ولذلك الزهراء في فداها كما ستسمعون إن شاء الله احتجت بالآيات الكريمة وبالقواعد العقلية الفقهية كما سنتلو عليكم إن شاء الله الخطبة الكاملة خطبة فدك. هذه الخطبة من الوثائق المهمة شريف مكة من أشراف الحجاز شريف مكة ابن نمر ينظم هذه القصيدة التي نتلوها إحنا كل سنة من أروع ما نظم الشعراء من الشيعة في بيان حق الزهراء سلام الله عليه وإثبات حقها وإبطال الدعاوي المزيفة بالحجج الدامغة. هذه القصيدة يتناول الموضوع بصورة تفصيلية. طبيعة الزهراء سلام الله عليها أول ما طالبت به فدك بعنوان نحلة مو إرث. فدك لم يكن إرثا ولم تكن أرضها إرثا، ما داخل ضمن التركة والمواريث. الإرث الذي يخلفه الإنسان بعد وفاته الذي يخلف ينتقل إلى ورثته، شيء طبيعي هذا كل أحد يعرف، وكل القوانين مو حكم المسلمين، الإسلام وغير الإسلام الكل مجمع ومتفق على هذا، شيء طبيعي. مسألة الإرث، أبي يموت أنا أرثه إذا عند أموال، الولد يحجب الآخرين وهو أولى بمال وبتركة أبيه أو أمه أو أخوه إذا منحصر به. على كل حال قانون الإرث قانون متسالم عليه ثابت. ليس أحد بمعزل عن هذا الحكم ويستثنى من هذه القاعدة، وكما قلت مو عند المسلمين، عند كل الطوائف. منذ أن خلق الله البشرية شيء طبيعي. الزهراء سلام الله عليها طالبت بفدك حين صدر حقها بعنوان نحلة، ما كانت إرث، ولكن يوم صدت ويوم رد دعواها غيرت أسلوب الاحتجاج وطالبت بهذا الحق بفدك بعنوان الإرث. وكما ستسمعون إن شاء الله حديث متسلسل مرتب حتى تأخذون فكرة كاملة إن شاء الله. الشاعر تناول هذا المعنى، أقرأ 10 أبيات من قصيدته ثم أواصل الحديث إن شاء الله. يقول: ليت شعري لم لبخوا لفت سنن القرآن فيها والله قد أبداها. نسخت آية المواريث عنها أم هما بعد فرضها بدلاها. هما ضمير تثنية الخليفتين قادة المعارضة والفتنة، قادة الانقلاب عن الدين حسب تعبير القرآن الكريم. وما محمد إلا رسول قد خلت
على أعقابكم انقلاب، رجعتم القهقرة، انقلب على عقبيه العقاب هذه، يعني رجع إلى الخلف بدل ما يواصل مسيرته التكاملية. أنت لما تمشي في طريق تواصل ما ترجع للخلف حتى ترجع تتراجع. بعد الهداية رجعوا إلى الجاهلية، إلى الأطماع، وإبليس اخترقهم كما أعلنت الزهراء سلام الله عليها، وأطبع الشيطان ورأسه من مغزه، فهل فاقوا لدعوته مجيبين؟ هذا هو الانقلاب عن الدين، عن الولاية، مو عن الإسلام. في الواقع لو كان عن الإسلام ما كان أمير المؤمنين يتعامل معهم معاملة المسلمين. انقلاب عن الولاية، كمال الدين بولاية أمير المؤمنين كما تعلمون. يوم الغدير كمل الدين وتمت النعمة بولاية مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نسخت آية المواريث عنها، نسخ تجي آية في القرآن الكريم تنسخ حكم السابق، مو محل بحثنا اليوم الآن. في الواقع كنت أفكر أن أبدأ ربع ساعة أعزائي الآن، أحد أعز حاضر هنا سيدنا أساليب المسائل اللي تذكرها جدا نافعة، مسائل فقهية. عشر دقائق أذكر مسألة فقهية للأخوة خصوصا العراقيين، تشرف إلى هذا البلد المقدس، ولكن بما أن الموضوع مهم، موضوع حق الزهراء، ظلامة الزهراء وإثبات الظلامة، قد نشد عن الحديث وإلا ذاك الفقه. الزهراء دافعت عن الحق، الزهراء تطالب بإحقاق الحق. القوم تلاعب غير، وبقي هذا التلاعب مع الأسف إلى يوم القيامة، يعني إفرازاته آثار نتائجه السلبية، نتائجه السلبية وآثاره السلبية. البصمات السيئة تركت أثرها إلى أن تقوم الساعة، إلى ظهور المهدي من آل محمد. عزل الحق، عزل أهل الحق. الآن العالم المسلمين كم مسلم عندك؟ كم مليارين؟ يقول مليار ونص، أقل أكثر. كم نسبة التشيع؟ أقل من 20. لماذا مع هذا التأكيد، مع هذا التركيز؟ وهم من أول القرآن الكريم يقول وقليل من عباد الشكور، الكثرة غير ممدوحة، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يفقهون، لأن الهوعة. الله جل وعلا، الله يرحم بعض أساتذتنا، كان مشكلة يقول زين احنا ما كنا. الآن هذا الزمن، هالفتنة والامتحان الذي أصيب به العراق، شوف المرجعية الرشيدة في القمة، نائب الإمام المعصوم، مراجع النجف، وإذا الهتك، وإذا بمعزل، وإذا التطاول. ما لي شغل أنا نحكي الأمور، ما لي كثير. أقول واحد من أساتذتنا خوش كلمة كان قال الله رحمنا، ما كنا بزمن أبو بكر بعد وفاة النبي، لو كنا نشوف هاللحية الشيبة لحاهم مع ما يهم وراء أبو بكر، يقول يصلون أم يومين ما حد يعتبره ولا يسلمه. كان لعلي وجه عند الناس ايام ما تنزل بعد ما حد يشتري اليوم. شوف الظلامه والغربه، يظلون اربعه خمسه بس. لو احنا موجودين ايش بدي اقدر من الاوضاع والعياذ. اشكر الله. ابليس كيف؟ ابليس ما له شغل ذاك الكفر والمسيح، كان معروف من اساس الدين الرباني، ولكن وياه شوف لحاهم مقدمين ابو بكر دفعوه جيبوه جيبوه الاف
فلوس وتهديد، وخالد الوليد يهدد اللي يحكي ترى يلا الى المسجد، مقدمين ابو بكر وابو عبيده الجراح وعمر وسالم مولاي مقدمين لمولانا هو معاه، يلا صلوا صلوا، هذا المرجع هذا نائب وهذا رسول الله. قبل 70 يوم بايعنا عليا، واذا بس 12 واحد ينكرون على ابي بكر. راجعوا كتاب الاحتجاج، راجعوا كتب التاريخ. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني هاي كلها الناس سكتت خرست عن الحق؟ لا لا ليش، اكو عناصر. احنا العام الماضي قبل سنتين في احدى المجالس ذكرناها تفصيل، واجوا الى امير المؤمنين سلام الله عليه هؤلاء 12 وبينوا 6 من المهاجرين و6 من الانصار في اول جمعه الذي يريد يخطب بها خطبه الجمعه الخليفه الاول ابو بكر. جاءوا الى امير المؤمنين سلام الله عليه، قالوا احنا المفروض ناخذ رايه، ناخذ راي مرجعنا هو، مو نشوف الصرف من كيفنا. الامام لماذا سكت؟ والله لا اسالمن ما سلمت امور المسلمين ولو على مصلحتي. علي هم حوزه ساكته، مرجعيه ساكته وناظمه، ليش سكت الحسن سلام الله عليه؟ يعرف تكليفه، امير المؤمنين الحق معه وهو مثال الحق، تعرف الحق بعلي، واما مال علي هو الحق يدور معه حيث دار حديث متسالم عليه. لماذا سكت علي 25 سنه؟ جمع شهر صيفه، والله لأسالمن ما سلمت امور المسلمين ولو مصلحتي وحسابي. هو التسليم هنا يظهر الايمان احبابي. قالوا لنا امير المؤمنين احنا نريد نقوم لابو بكر ننزله من المنبر القصبة ونأدبه ونهينه ونشهر سيوفنا نستعد للنزال ولو بالقوه بالسيف. قال لا، مسأله بمنطق وحكمه. هاي الجمعة والجمعة الثانية يصعد أبو بكر المنبر، قوموا بالحكمة أمام الناس، ذكروه ووعظوه، قولوا له هذا مكانك أم مكان غيرك. بالفعل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أبي بن كعب، حذيفة، سلمان، المقداد، عمار، 6 من المهاجرين، 6 من الانصار. اسبوعا رقى المنبر ابو بكر الكل بعين، اول جمعه يخطب بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويصلي. قاموا الى قالوا له اتق الله، رجليك متنقله بالقبر، باكر راح تموت، هذا مكانك انت، الله يسائلك ماذا اعددت جوابا لربك، وانت انت اول من بايع عليا يوم الغدير 120 الف قبل 70 يوم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انت وصاحبك بخ اصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة، انت اول الناس، والبيعة في عنقك. شنو اللي قال انا؟ شنو المبرر؟ مو مسألة سرقة درهم وترجعه، مو مسألة خطأ، مو مسألة يذنب الإنسان يترك صلاته ثم يتوب يقضي صلاته، الله تواب رحيم. مو مسألة شرب خمر، كنت أشرب خمر فجرت وزنيت، كنت شبابي وغرور وما حد مربيني بيئة، ارتكبت فجور العياذ بالله، باب التوبة مفتوح، رحمة الله واسعة سبقت رحمته وغضبه، أتوب، اللي بيني وبين الله انتهى. أما مظالم العباد، فلان غصبته أعطيه حقه، فلان نهبته مشتبه وياه أعطيه حقه واستبرئ ذمه. أموما أنه أقول اللهم اغفر لي وذمتي مشغولة لا تزال حق الناس بيدي. هاي الأمور تنتهي، هذه خلافة، هذه إمرة، هذا أساس ظلم أهل البيت إلى يوم القيامة. هذا
اعتداء على علي، هذا رد على الله، على رسول الله، هذا حرب لعلي، هذا الذي جرى معاوية بعد ذلك وجرى أمثاله وجرى من الحوض هتك أمير المؤمنين. وهذا الحليم والقدسية اللي يسمح لنفسه يتمرد ويعلن تمردا من ناتجة أكثر من أن يقود عليا سلام الله عليه ويضرب حليلك. وهنا ظهر صبر أمير المؤمنين وعظمته. إذا أكو شيء يثبت عظمة أمير المؤمنين هو هذا. إحنا تعصبنا وحبنا وقصر نظرنا وولائنا وصدق عم ليش تخدعون الناس؟ عم طالب من يقدر يقوده؟ عم طالب أنت واحد يجي باب بيتك تسكت له وتطلع له بما عندك تبيده تطشه بالقاع؟ علي يضربون زوجته ويسكت. هنا عظمة علي ظهرت. هنا ذاك اليهودي صاح أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. شاف الإمام يقاد قال له لا الآن أسلمت، شنو اللي خلاك صار عندك قناعة على أن الإسلام حق؟ قال عرفت. قال له عشت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة 11 سنة كراماته وكل يوم عظمته ما آمنت. الآن خلال 10 دقائق شفت علي يقاد من بيته يسحلوه بسيفه حمائل سيفه او بعمامته برقبته يجروه. اذا كنا نشكل الان الاحداث اللي موجوده الان، واذا المرجع الاعلى يصبح انسان يهان ويحقر، اذا كنا نشكل في الاوضاع سابقا نقول مبالغ بها. الاحداث اللي الفتن هي اللي صحح انه صحيح. هذا اليهودي صح اشهد ان لا اله الا الله، شنو الذي صار عندك قناعه خلاك تقرر؟ وانت عشت مع النبي صلى الله عليه واله ورايت ما رايت من براهينه. قال عرفت الاسلام حق من صبر علي بن ابي طالب. هذا الان هذا جاي يضحي، هذا عرفت مبدا ابو عنده ابو ثمن. يعني علي ادري هذا الذي لوى ركبه مرحب اللي اشترى شطرين سوى نص، هذا اللي قلع باب خيبر، هذا الذي اباد الابطال، هذا الذي اباد ودمر، هذا الذي ما يخاف بات على فراش النبي والبيت محاصر ب40 مقتل، هذا الذي قتل اصحاب الالويه في يوم احد من بني عبد الله، هذا الذي صرع مرحب، هذا الذي صرع عمرو بن عبد الود، هذا الان مكتف يصيح واحد حمزته ينخبل موته ينخبل اموات، ولا حمزه لي اليوم وجعفر ابو جعفر ولا جعفر يستغيث بذوى ويندبهم مصبه الجروم. اكو هنا مبدا جاي يضحي، اكو مبدا اذا عظم حق لئلا ينهار ذلك البنيان، لئلا يتعرض الاسلام. عرفت الاسلام على حق من صبر علي. يسمعوه يسمع صرخة الزهراء وتضرب وتعصر بين الحائط والباب وكل شيء ما يسويه، وإن كان بالفعل فاتل اقتحم الثاني البيت ومن معه. الإمام تقدم إليه ولولا مسك من تلابيبه جلد به الأرض، لولا وصية من رسول الله لعلمت أنك تدخل داري أنت بك جهاد مرة. لكن مصلحة الإسلام فتنة داخلية تكون، أتعاب النبي تروح، قطبين الروم والفرس أعداء ذولا النبي كسرهم حاربهم، أعداء ذولا لأنه هدد مصالحهم، حرب قائمة مع الدولة الرومانية البيزنطية، كون القوة العظمى ذاك اليوم، ذولا جالسين بالمرصاد فتة بالمسلمين تقول يحتلون خلاص. علي نبي، علي صلوات الله عليه مو هم الخلافة، علي الإسلام مصلحته. لأسال نهج بلاغة موجود، لأسال والله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. خلي أفهم، خلي قال له عرفت أن الإسلام على حق من صبر علي يعني يؤمن
هذا أنا أعرفه. ولذلك البعض اختلجه واعتراه الشك. أبو ذر يهرول خلف أمير المؤمنين لما أخرجوا يسحبونه. سلمان يمشي مدهوش ما يدري شو يسوي. أقبل عليه أبو ذر: ما هذا علي بن أبي طالب؟ أنا غير شيء أشوف، أنا جاء أحلم وأنا واقعي، هذا علي يقاد، هذا قالع بال خيبر، هذا قاتل مرحب، هذا قاتل الأبطال، والآن سبق جد في الزهرة السياق علامة نهاية بدون يرجعوها، تكالبوا على قتلها ولو بإمكانهم. مو بس قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهذا يسمع وما يسوي شيء. قال: ما أنا وذه ولو شاء لقلب ذي على ذه، لكن مقيد، أنا ما أتدخل وأعرف الأمور. لما صودر حقها طالبت بفدك بعنوان نحلة، نحلة حق ثابت مو إرث، فلك حق ثابت للزهراء تتصرف به 4 سنوات. طيب الوقفة بسيطة عند فدك، نعرف ما هي فدك، هل فدك هذه دار الولاية اللي بيها طابق ثاني استرداب الحرة، شفتوه اللي طابق أرض اللي استرداب، هذا فوق يسموه دار الولاية، وثيقة مهمة، خطبة الزهراء سلام الله عليها واحتجاج خطبة فدك بالكاشي الفسيفساء ماء الذهب بالكتيبة بادين بها من في دار الولاية، يحفرون يشوفون مكانات بياض مثل هذا، هذا يوم خروج يجيب الكاشي تدريجا، لاحظوا اليوم يقرون الحرم المكان هذا من ديش كيشوانية رقم 16 بدايتها مع مقدمة. ويذكر الخطبة كلها طبعا حيث واصل تدريجا يمشون، هذه وثيقة ولا يرويها الشيعة فقط، الجوهري من أعظم العلماء العامة في كتاب السقيل عبد العزيز الجوهري، ابن طيفور صاحب كتاب بلاغات النساء من العامة مذكور خطبة، عشرات المصادر من العامة، حتى مقطعين منها رواية عن عائشة هي تروي الخطبة عن فاطمة خطبت واحتجت على القوم، وسنقرأ الخطبة كلها إن شاء الله الآن في هذه الفترة. وثيقة مهمة، فهي تطالب بفدك. راجعوا معجم البلدان علماء الجغرافيا، فدك ما هي؟ عين فيها عين فوارة مقاطعة وضيعة كاملة، واردها وغلتها من الزراعة 24,000 دينار ذهب، 24,000 مثقال ذهب وارد فدك المقاطعة، فإذا انضمت بقية صدقات النبي يعني الأوقاف، الصدقات قبل صدقات رسول الله الأوقاف 10 ضياعات، ضياع الذي بخيريق اليهودي أسلم وأوصى أمواله للنبي صلى الله عليه وآله، النبي هم أوقفها في العوالي في المدينة غير فدك، هذه كلها تولي بيد علي والزهراء صلوات الله عليهم اجمعين، ما إلى أبو بكر ولا غير أبو بكر أي دخل أي دور. السيد ابن طاووس من أعظم مراجعنا ومفاخر الطائفة،
السيد ابن طاووس على الله مقامه الشريف في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة يكتب، وهي وصيته إلى ولده، يقول لبني ليس الزهد ألا تملك شيئا، الزهد في الدنيا، الزهد ألا يملكك شيء إذا ما عندك مال كثير من الأمور تحرم منها. فاطمة الزهراء روحي فداها أغنى امرأة لكن أزهد امرأة. الصديقة الزهراء سلام الله عليها وارد فدك يأتي بيدها وعماله، العمال يعملون والوالد يجيب يدها، لكن لا تدخر شيئا ولا تشتري عقار ولا خشن ولا ذهب، فهي زاهدة وهي أغنى امرأة. الزهد أن لا يملكك شيء. يقول لأمك فاطمة سلام الله عليها والدها من فدك 24,000 مثقال سنويا، طبيعي صودم عيون فوارة. زين من أين هاي وصلت للنبي صلى الله عليه وآله وانتقلت إلى الزهراء بعد فتح خيبر؟ هاي المنطقة فيها يهود. الله جلت عظمته ألقى الرعب في قلوبهم لأن شافوا ما يقدرون يثبتون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. خيبر وعظمتها وحصونها سقطت أمام الزحف الإيماني الإسلامي، أمام قوات المسلمين، أمام النبي، وذلك بفضل جهاد أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه. ذولا ما يقدرون يحمون انفسهم، اذا خريجون للنبي اعرضوا الاستسلام والمصالحه. لا تقتلنا ولا تاسرنا ولا فدك اموالنا كلها اليك، احكم بما تحكم يا رسول الله. النبي قبل منهم، وقعوا مصالحه، قال لهم الارض الي هاي كلها، انتم هم على رسلكم، ولكن تبقون انتم اعرف بالصلاح اصلاح الارض. فلانيه لا املاكه صارت، ثلثين الثلث الملاكه للنبي صلى الله عليه واله، الغله تصل اليوم مثلا هالقد مال الوارد من فدك. فالنبي ثلاث اقسام، ثلثين الى اسمه، ثلث لليهود اللي هم فدك كانوا وهم عمال يعملون يشتغلون بها اللي الوارد يجي، فابقاهم على حالهم. تعبيرنا من العراق فلاح المجد ثلثان وثلث. اذا فصار ملكا لرسول الله صلى الله عليه واله، وليس للمسلمين حق في هذا. لماذا؟ القران الكريم نزل في ذلك حكم خاص يبين، وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فما اوجبتم عليه بخيل ولا رجال فلله ولرسوله. المسلمين ما لهم حق بهذه ابدا، ملك خاص لرسول الله صلى الله عليه واله، خاص بالفعل، لانه ما فتحت عنوه نتيجه جيش وحرب وقتال، وانما مصالحه، فهو ملك لرسول الله صلى الله عليه واله. صاحب الكتاب شرح الخطبه تفصيل يذكر هناك ان عليا هجم مع المؤمنين واشرف على أرضهم فملئوا ذعرا، النتيجة واحدة، اتفقوا على هذا تفصيل الدرة الغراء البيضاء في خطبة الزهراء، تفصيل ذاك لا شك يذكر، النتيجة واحدة صالحوا. فلم تكن فدك إلا للنبي خاصة صلى الله عليه وآله، ما إلى أحد أبدا في حصر. إذن هي نحلة هنا لما صار ملك النبي بحكم القرآن. خذ فكرة حبيبي عن فدك، تعرف أنت شيعي، الزهراء مبدأنا، الزهراء وفضلها وعصمتها وظلامتها شعار شيعي، إذا تعرفه تعرف الجمرور تسلسل. بعد ذلك أجت الآية الكريمة وآتي ذا القربى حقه، آية ثانية فآتي ذا القربى، آيتين. سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل الحق شنو للقربى منه، ما المقصود
الحق ومن المراد ومن هم ذو القربى وآتي ذا القربى حقه صاحب القربى من هذول ذو القربى الجواب الله يقول لك ذو القربى فاطمة والحق فدك صار ملكا خاصا لك خديجة عليها السلام أم الزهراء أنفقت كل أموالها في سبيل خدمت الله أكرمها بأمور تبشر ببيت في الجنة السلام يجيها من قبل الله في الدنيا النبي يحمل السلام جبرائيل يحمل التحية النبي يبلغ التحية الطاهر أكرمها ومن جملة الكرامة الدنيوية تكريم الآن خديجة موجودة فاطمة ابنتها تعطي فدك بدلت أموالها في سبيل الله يكون لها ولأبنائها لا يحتاجون إلى مساعدة أحد إذا الناس قطعوا عنهم مثل أيام المتوكل الشدة اللي صارت حقوقهم من الخمس وغيره والمقاطعة والضبط أقل عندهم شريان مالي يعيشون أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاد فاطمة يعطي فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن حاضر أسماء حاضر أنا قبل جدا أزور كل أم أيمن حثرت على رواية أسماء أيمن كانت شابة في طليعة الشهود أمير المؤمنين لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعادل الواحد وإنما بالبشر كله يعني شهادة علي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم علي شهد الحسنان حاضران إمامان قامان أم أيمن خادم أم أيمن اسمها بركة حاضنة النبي أيضا شهدت وأسمها أعطاها فدك الله أمرني وأعطيك فدك بيدك كتب لها بذلك كتابا انتهى وبقيت تتصرف تصرف الملاك المالك في بيته يضي يؤبه يأجره يعطيه بيع شوية يكسب المالك في الحق 4 سنوات و6 أشهر هاي سنة السادسة بعد فتح خيبر 4 سنوات كاملة الزهراء وحفيدها تتصرف أواخر السنة الخامسة من هجرة لاحظتم؟ إذا هي نحلة مو إرث لكن الزهراء سلام الله يقول لها يقول لي ليش طالبت إذا بعنوان إرث؟ لأن ردوا دعواها كما تعلمون أول بيان صدر من الغاصبين للخلافة المعتدين على الخلافة أول بيان أصل الخلافة البيان الثاني ما هو بيان أول بيان الثاني مصادرة خلاص لأن هذا المال العظيم علي أمير المؤمنين سيستعين به في جلب النفوس يسوون قوة علي سلام الله يدرون وسابقا ذكرنا ولا مجال للتفاصيل حتى راح ابدا الخطبه بعد الان اقراها كلها اخذتوا الفكره هاي مقدمه ضروريه كانت اعطيك مقدمه وللقوم يدرون تماما حسب ما يذكر ابن ابي الحديد المعتزلي يقول الاستاذ النقيب العلوي ابو بكر عمر بيدرون فاطمه صادقه كانت يوم طالبت بفدك قال نعم ليش ما اعطوها؟ قال لك انا اعطيك بصراحه الزهراء صادقة في كل ما تدعي باختصار والقوم ألزموا أنفسهم إيش ما تقول فاطمة يجب يستجيبون وهي صادقة وهي بالفعل صادقة اليوم تطالب بفدك بكرة تجي تطالب يا أبو بكر اعتزل يا أبو بكر خلافة لعلي اليومي كما هو الحق ما يقدر يكذب ألزم نفسه بتصديقها هذا مسلم إذا لا تطيب جاه من أول ست لا يعطيها وجه هذا هو الواقع فيوم طالبت صود الفدك منها اجت تطالب وتدعي
الليل على بيوت المهاجرين والأنصار. الإمام يدور بها. الله، شوف الدنيا، شوف البلاء شلون من قلبت الدنيا. الغضب شنو غضب الله؟ الله ما يعرف إحجار. سلط عليهم معاوية بالنتيجة، سلط زياد بن أبي، سلط الحجاج، سلط يزيد، سلط بني أمية، سلط الطواغيت اللي فعلوا ما فعلوا، دفعوا ضريبة هذا العمل. مع الأسف الإمام حذرهم. هذا وراء ثمن باهظ، خذلان علي وهم بايعوه، وبايعوا خصوصا الأنصار للنبي، ندافع عنك وعن عيالك وأولادك كما قاتلهم الزهراء. الآن تسمعون في الخطبة، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ يا معشر الأنصار، أما كان أبي يقول المرء يحفظ في ولده، ليش هالشكل تخلون؟ وأنتوا قلتوا إحنا ندافع عنك وعيالك وأهل بيتك مثل ما ندافع عن أنفسنا، هاي نتيجته؟ أبو بكر ياخذ حقي وأنتم ساكتين وتقدرون وبيكم قوة، وأنتم اللي أدبتوا الأبطال، أنتم أدبتوا العرب قبائل، أنتم أدبتوا اليهود الكفر، أنتم أدبتوا الذئبان، الآن ساكتين كل شيء بتصرفون ما تقومون. 40 ليلة الزهراء تطرق الباب، أم يوم من يوقف برا تدخل على شيوخ القبائل أوس والخزرج، تعرفني أنا من ابن أبيكم، أنا فاطمة، حقي مغدور أبو بكر، هذا حقي، حقي من عمي، أريد منك النصرة. يقولها أبو غيري يا بنت رسول الله، يهدف وين ما رح تسده الأبواب بوجهي، كل ما نتعلل وتعتذر يلها سامحيني. ماتت وهي واجبة قلبها دم، مو بس على للشيخين، هو البخاري يقول ماتت وهي غضبة، ورواية عن عائشة واجدة على أبي بكر، وأوصت أن لا يؤذن علي أبا بكر ليصلي عليها. أبو البخاري الحمد لله يروي هذا. أما على الكل هي نقمت، وظهر ذلك في خطبتها الثانية اللي إن شاء الله بالوفاة القادمة كافة جمادى الإبراهيم. غضبت على القوم كلهم، ليش وصلت تندفن بالليل؟ تجي تبين غير راضية عن الأمة، خذلوها. طالبت بحقها، يقولون اجيب الشهود، وهي صاحبة الحق، هي صاحبة الحق، تتصرف المالك بيده الغير اللي يدعي انا هاي عباية وجوبتي لابسها، تقول لي هاي تبى الي، انت جيب شهود مو انا، انا صاحب يد، انت اثبت لي حقك. قالوا جيب الشهود، فدك الج. اتت بعلي سلام الله عليه واي ايمن، قالت له ما أشهد حتى تعترفون النبي شهد لي أني من أهل الجنة. سمعت؟ قال نعم. قالت أنا كنت حاضرة، النبي أعطى فدك لفاطمة، نحن مؤرث، الحسنات فرعان لا تصح شهادة الفرع للأصل. علي يجر النار إلى قرصه، يحوي النار الرغيفة، علي يتكلم باطل يدري شيء، أكتفي بهالرموز المطالب والآن. فلذلك لما رفض دعواها بالنحلة غيرت أسلوب الدعوة والمرافعة، قال طيب ما لي حق بفدك، لكن أنا مو بنت النبي، اعطوني عرفي حقي، أنا بنت رسول الله، النبي مات ما خلى بغيري من النساء، نساء عنده 9، لكن من الذرية الأولاد ذولا كلهم منهم ثمن النساء، ثمن وحصة الأسد، السهم الكل في الكل للزهراء ما عدا الثمن، واحد من 8 يوزع على 9 نساء، مو كلهم تقدر تاخذ كل ثمن، وانما كل ثمن يقسم على 9، فالبقيه كلها اذا اعطوني حقي من الارض. لاحظتم؟ ايضا ردوها ونسبوا وافتروا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظتم؟ وإذا عائشة يجي واحد آخر ينسبون، كما تسمعون بالخطبة، سمعت أباك يقول نحن معاشر الأنبياء لا، معاشر الأنبياء لا، نورث ما تركناه صدقة، أو لولي المسلمين يفعل فيه ما يشاء. أيضا احتجت عليهم الزهراء بالآيات، أخذت فكرة حتى لا أقاطع الخطبة نمشي بها مستمر، أخذت الفكرة كيف النبي لا يورث؟ هذا القرآن الكريم آيات المواريث، آيات الإرث، الإرث شيء طبيعي كما ذكرت في مقدمة الخطبة، كل من يموت أولاده ورثته أولى بميراثه،
ما عندي اخوي توفى، ما عنده ذريه، ما عنده احد، انا اخو الوحيد. اخ ابوين من ام واب شقيق وخليص، يحجب الاخو كل المال اللي يصير اخو الثاني اللي من اب ما له. ليش؟ علاقه من جانبه، هذا في قانون الفقه الاسلامي ما مخلي شيء اسلامي. وهكذا لو مات احد عنده ابن ابن عم ابن عم ابوه، مات واحد بفرد رايح وما عنده لا ذريه لا متزوج، واحنا كلنا قرايبه ميتين في حادث، في زلزله، في باخره، ما بقى كل قرايبه الا ابن 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 عم، هو ذاك يرث المال كله، كل المال. اعزائي هذا شيء ثابت، كيف الزهراء لا ترث؟ ما تركنا هذا البحث الان، انا مو يهمني مناسبه اخرى. اذا افتروا هذا الحديث خصوصا ليل الحديث وتكملته. القران يقول الزهراء احتجت بورثه سليمان داود، وهكذا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. نسخت ايه المواريث عنها ام هما بعد فرضها بدلاها، ليت شعري لم خولفت سنن القرآن فيها، والله قد أبداها. كان تحت الخضراء بنت نبي صادق ناطق أمين سواها، أفبنت النبي لم تدري إذا كان نبي الهدى بذلك فاها. النبي قال لا نورث، ومع ذلك تجي تطالب، سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الإرث ظلة وسفاها. جرعاها من بعد والدها الغيظ مرارا، فبئس ما جرعاها. تعظ القوم في أتم خطاب حكت المصطفى به، وحكاها بنت من أم من حليلة من، وأهل لمن سن ظلمها وأذاها. واستمر شريف مكة، وإليكم الخطبة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. روى عبد الله كتاب الاحتجاج، هذا موجود في اكثر من كتاب، البحار ذكره، هذا كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي على الله مقامه الشريف، كتاب من اعظم الوثائق اللي عندنا، انقله بحذافيره حتى ما نحذف حرف واحد، واو كله تماما ان شاء الله. يوم شهاده الزهراء، واليوم انتم يوم جوار بجوار ابنها الرضا، تعزوه تروحون ان شاء الله للحرم وتعزوه، وهناك يقومون يعزون أعزائي، وتسألون وتدعون الله بالفرج، فرج ولي دمها. الزهرة مظلومة، يترجم شفاعة، يصيح الزهرة مظلومة، وبقت الظلام بولادها إلى أن يخرج ولدها، وشيعة مظلومين. نسأل الله أن يرفع رؤوسنا أمام الزهراء يوم القيامة، ولا يحرمكم جميعا شفاعتها وإيانا. روى عبد الله بن الحسن المحض، عبد الله بن نجم ابن الحسن المثنى ابن الحسن المجتبى، بإسناده عن آبائه أنه لما استمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة عليها السلام فدكن وبلغ ذلك، لاثت خمارها على رأسها. خليك ويا الزهرة، شن الزهرة الآن؟ أنا خادمكم أذكرك متهيئ، أنت جاي اليوم واليوم جمعة. واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها، ونساء قومها تضأ ذيولها تجر أذيالها، ما تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله. يعني انت تمشي تمشي عينك مشيت ابوها، ماكو فرق. حتى دخلت على ابي بكر وهو في حشد من المهاجرين والانصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءه، ضربوا سترا بينها، تريد تخطب خاف ايدها تظهر وجهها يبين، تريد تتكلم بحريه وطلاقه وتنطلق. ضربوا ملاء بينها وبينهم، فجلست مولاتنا ما تقدر توقف، الهم والحزن والمصاب انحلها، لم تزل معصبة الراس منهدة الركن بعد ابيها، وتجيها الطعنات والنكبات، ان
أنت أن جلست ثم أنت أن أجهش القوم صاحت من كل قلبها جرت حسرة. هاي الحسرة ألهبت القلوب بالنبي هم الوحيدة. أنت أن أجهش القوم لها بالبكاء فارتج المجلس بالصراخ والنحيب فسكتت وأمهلتهم هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم ودهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. فعاد القوم في بكائهم مردود بكى مرة ثانية واصلوا بكائهم. فلما أمسكوا أمسك عادت في كلامها فقالت عليها السلام الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جل أو جمع عن الإحصاء عددها. انظروا البلاغة تعظ القوم في أتم خطاب حكت المصطفى به وحكى منطقها منطق النبي بيانها وفصاحتها وأدائها كل كأن النبي يخدم صلى الله عليه وآله. جمع عن الإحصاء عددها ونهى عن التحمل والجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم الله ندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد الله إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص في تأويلها أو تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتداء أمثلة امتثلها كونها بقدرته ودرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته وتعبدا لبريته وإعزازا لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة لعباده عن نقمته وحياشة لهم إلى جنته يعني دفعا يدفعهم نحو الجنة. وأشهد أن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة علما من الله تعالى بمعاني الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة على إرضاء حكمه وإنفاذا لمقادير حتمه فرأى الأمم فرقا في أديانها عكفا على نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله منكرة لله مع عرفانها فأنار الله بأبي محمد قلبها. هني أنكم شوف مسحة النبوة وكلام النبوة بهالخطبة مبين في مسجد الطوسي جنب قبر سيد شيخ الطائفة الطوسي وسيد الطائفة بحر العلوم قدس الله روحه سنوات طوال قبل 40 سنة الشيخ آتي الله سيبويه كان يقرأ المسجد
سيطوسي مملوء. بعد ذلك الأخوة انتقلوا إلى مشهد الرضا النجفيون، استمروا على هذه الحسينية الوحيدة اللي في مشهد، وكذلك في النجفيين تقرأ الخطيبة، تلقى الخطبة كلها، وهذا من فضل الله والحمد لله على فضله. ودعاهم إلى الصراط المستقيم، ثم قبضه الله قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار. فمحمد صلى الله عليه وآله من تعب هذه الدار في راحة، قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار. صلى الله على أبي نبيه وأمينه على الوحي وصفيه وخيرته من الخلق ورضيه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. ثم التفتت مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام إلى الحاضرين إلى أهل المجلس، فقالت: أنتم عباد الله، أو أنتم عباد الله، يا عباد الله، نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه، وأمناء الله على أنفسكم، وبلغاؤه إلى الأمم، وزعيم حق لكم، لله فيكم عهد قدمه إليكم، وبقية استخلفها عليكم، كتاب الله الناطق، والقرآن الصادق، والنور الساطع، والضياء اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، منجلية ظواهره، مغتبط به أشياعه، قائد إلى الرضوان اتباعه، اتباع القرآن، مؤد إلى النجاة استماعه، به تنال حجج الله المنورة، وعزائمه المفسرة، ومحارمه المحذرة، وبيناته الجلية، وبراهينه الكافية، وفضائله المندوبة، ورخصه الموهوبة، وشرائعه المكتوبة. يبين الزهراء، تبين علل وشرائع الأحكام والحكم. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصيام والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشهيدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، والجهاد عزا للإسلام وذلا لأهل الكفر والنفاق. وجعل الله الصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام منساة في الأعمار، ومن مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وتوفية المكاين والموازين تغييرا للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس، تتكلم شرائع وعلل الأحكام، واجتناب القذف في المحصن، واجتناب القذف حجابا عن اللعنة، وترك السرقة إيجابا للعفة، وحرم الله الشرك إخلاصا بالربوبية. فاتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قالت: أيها الناس، أيها الناس، اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله. ترى أنا من نبيكم، مو غيري، أنا اللي جاء أكلمكم، أقول عودا وبدا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شبطا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتنسبوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم، فنعم المعزي إليه، فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة. أوصاف النبي، ثم تنتقل إلى أمير المؤمنين وجهاده
صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا ثبجهم آخذا بأقوامهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يكسر الأصنام وينكت الهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر وحتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين وطاح وشيض النفاق وانحلت عقد الكفر والنفاق والشقاق وفهتم أي نطق